السيسي يوجه بمواصلة تطوير أصول قطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة. شكري وجاسب بوريل يؤكدان على الطابع الاستراتيجي لعلاقة مصر والاتحاد الأوروبي. العراق يعلن الحداد العام بعد مصرع العشرات في حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم، وبداية هذه النشرة مع زميلتي شيماء الكردي. لك شيماء. أهلا بك دعاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وأصول المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وفي اجتماع آخر مع لواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة ومساعد مدير إدارة المركبات للتسليح ورئيس مجلس إدارة شركة MCV، وجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل. كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV. الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة. كما وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص ومنها شركة MCV،
وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان. كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة. اجتمع الرئيس السيسي مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه لليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 2021 قرر منح السيد المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسامي الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 2021 قرر يعين السيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 1/7/2021. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن أحترم الدستور والقانون. أكد وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية الأوروبية جوزيف بوريل خلال اجتماعهما في بروكسل على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميا ودوليا، كما اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. وناقش شكري وبوريل خلال الاجتماع الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية ودفع قدما بعملية السلام، فضلا عن التطرق لملف سد النهضة، كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب. أكد رئيس العراق برهوم صالح أن فجعة المستشفى في ذي قار نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة. شدد الرئيس العراقي على أن التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء الضحايا وذويهم، ولافتا إلى أنه لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين. أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حادث حريق اندلع بمستشفى الحسين التعليمي المخصص لعلاج مرضى كورونا بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مصرع العشرات. وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتبار ضحايا الحادث شهداء. ليلة حزينة عاشها العراقيون بعد مصرع العشرات في حريق اندلع بمستشفى الحسين التعليمي المخصص لعلاج مرضى كورونا بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. الحكومة العراقية من جهتها أعلنت الحداد الرسمية لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحادثة، وأرسلت فريقا حكوميا يضم مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين إلى محافظة ذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا وبدء تحقيق عالي المستوى للوقوف على أسباب وملابسات الحريق. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إيقاف واحتجاز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومسؤولين آخرين وإخضاعهم للتحقيق، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتوفير كافة الإمكانيات الخاصة لذويهم، والتوجيه بسفر الجرحى الذين تعتبر حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.
أما السلطات المحلية في محافظة ذي قار فقد أعلنت حالة الطوارئ وتعهدت بتقديم تقريرها حول الحريق خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومستشفيات مجهزة لهذا الغرض وتحويل جميع الفرق الطبية والصحية والتمريضية إلى مستشفى الحسين التعليمي لإغاثة المصابين. وقالت مديرية صحة ذي قار إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين. أعلنت السلطات العراقية عن إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية الرابطة بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، وقالت خلية الإعلام الأمني إنه تم ضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربع وتفكيكها من قبل الجهد الفني. في تونس وافق البرلمان على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة. وبحسب وكالة الأنباء التونسية سيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان يسمح للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء. أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة ستمر عبر أطورها الصحيحة. جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية أن المساعدات وخاصة المتعلقة بأزمة كورونا سيتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن ما بين 720 و 811 مليون شخص في العالم واجهوا الجوع في عام 2020 بزيادة قدرها حوالي 161 مليون شخص عن عام 2019، ووصف غوتيريش ذلك بأنها بيانات مأساوية جديدة تشير إلى أن العالم خرج بشكل كبير جدا عن المسار المؤدي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات البرلمانية التي جرت في جمهورية مولدوفا، وأكد أن هذا التصويت أظهر التزام شعب مولدوفا بالديمقراطية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارلي، حيث أكد فيه أن شعب مولدوفا أعطى تفويضا واضحا وقويا لحزب العمل والتضامن لبدء تنفيذ جدول الأعمال الطموح للرئيس مايا ساندو. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات إضافة إلى خروج 879 متعافيا من الفيروس من المستشفيات. هذا وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 238,212 حالة، من ضمنهم 219,291 حالة تم شفاؤها و16,403 حالات وفاة. نددت منظمة الصحة العالمية بتوجه الدول الغنية إلى تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة بكورونا، بينما ينتظر سكان دول عديدة أخرى تلقي جرعتهم الأولى. قال المدير العام للمنظمة تدرس أدهانم إن عدم التكافؤ في توزيع اللقاحات سيطيل من أزمة كورونا، وأشار إلى أن بعض الدول لم تتمكن حتى الآن من بدء حملات التطعيم وتحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، بعد التحية، كثيرا ما قيل أن الجرعة الثالثة ربما تكون طوق النجاة من دلتا، والآن هناك نقد لمن يعطون هذه الجرعة بالنسبة للدول التي لديها بالفعل لقاحات. تعليقك. السلام عليكم وتحياتي للجميع. بالنسبة لهذه النقطة مهمة، وكان اليوم النقاش مع لقاء صحفي في إيطاليا، وأغلب الصحف الإيطالية كتبت عن تصريحاتي بالنسبة لهذه النقطة. أولا أنه حرام وغير مقبول أنه نتكلم عن جرعة ثالثة بالنسبة للسكان في أوروبا، وفي عندنا نقص في التطعيم في كثير من الدول الأفريقية والعربية والدول النامية. ثانيا، الجرعة الثالثة حتى الآن فيش ضروري أخذها إلا في بعض الحالات، 5% من الحالات اللي بيخدها ضعف في جهاز المناعة، وبعد ما يفحص عن كمية الأجسام المضادة اللي هي مفقودة في جسم الإنسان، مع أنه عمل تطعيم مع جرعتين. ثالثا، طب دكتور فؤاد، استاذن حضرتك في حاجه، يعني حضرتك ذكرت ان من الممكن ان يكون بالفعل هناك حاجه الى جرعه ثالثه في بعض الحالات، اي الحالات التي نتحدث عنها؟ نعم، اولا الاشخاص اللي عندهم امراض خطيره، امراض مسنين، وخصوصا رقم واحد امراض القلب، رقم اثنين امراض تجلط الدم، ثلاثة أمراض وخصوصا الجهاز المناعة. وإحنا بنعرف إنه في هذه الحالة الجرعة الثالثة زي الجرعة الأولى. ليش؟ لأنه الجرعة الأولى والجرعة الثانية هو التطعيم الكامل، لم يكون أجسام مضادة كافية لمقاومة الفيروس والنسخات. عشان هيك في هاي الحالات إحنا نتفق في الجرعة الثالثة، بس نتكلم غير مقبول انه نتكلم للجميع جرعه ثالثه وهو في عندنا نقص بالتطعيم واللقاحات في دول افريقيا. افريقيا وصلت ل 1.5% من التطعيم كامل لسكان افريقيا، وافريقيا تعد 18% من سكان العالم، وهذا غير مقبول. عشان هيك اليوم احنا تكلمنا وطلبنا في النداء مساعده للدول الأفريقية وتونس والدول العربية، لأنه في عنا بازدياد عدد المصابين. اليوم حتى يكون هناك نوع من عدالة التوزيع. لكن اسمح لي دكتور فؤاد أن أتحول إلى نقطة أخرى، لأن أيضا كثيرا ما تم الحديث عنها أنه ربما خلط اللقاحات المختلفة يكون مفيد في تكوين أجسام مضادة لهذا الفيروس بشكل أكبر. لكن اليوم المديرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر وتقول إنه خطير. تعليقك أيضا على هذا الأمر. نعم، وهذا إحنا صرحناه مع تلفزيون إكسترا نيوز قبل شهر وشهرين. إحنا وأنا كنت غير متفق في هذا الإجراء. ليش؟ لأنه البحوث تم. كنت غير متفق مع فكرة الخلط؟ لا. ليش؟ لأنه من أول يوم كنا لازم نحترم البحوث التي عملناها بالنسبة لإنتاج اللقاحات، مع أنه 9 أشهر الوقت كان قليل، بس في نفس الوقت تم إنتاج هاي اللقاحات. لازم احترام اللقاح، جرعة أولى وجرعة ثانية من نفس اللقاح، والنقطة المهمة احترام الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، ولا نعمل الخطأ اللي صار في بريطانيا إنه زادت الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وسببت ارتفاع كبير في انتشار السلالة دلتا. عشان هيك لازم نحترم البحوث. البحوث تعمل عشان الواحد يحترمها، مش عشان نلاقي حلول غير مثبتة من ناحية طبية. نعم، من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، جزيل الشكر لحضرتك.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 646 حالة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3,737,135 حالة. هذا وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 26 حالة ليصل الإجمالي إلى 91,259 حالة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير الصحة يانس سبان ورئيس معهد روبرت كوخ حول تطورات فيروس Es sei denn, jemand ist geimpft oder genesen. Warum konnten wir diese Veränderung vornehmen? Weil wir erstens Delta, die Variante, besser kennen. Und wir wissen vor allem, dass die Impfstoffe, der Impfschutz auch bei dieser Variante gut wirken. Das ist auch gerade noch mal deutlich geworden. Und weil die Delta-Variante mittlerweile auch in Deutschland die dominierende Variante geworden ist. Und Virusvariantengebiet ist etwas, was wir sehr, sehr selten nutzen. Es sind sehr harte Einschränkungen. Es können ja dann auch nur noch Deutsche einreisen und Menschen mit einem Wohnsitz in Deutschland, auch Geimpfte müssen in Quarantäne. Das ist etwas. كان مشاهدينا الكرام هذا جانبا من هذا المؤتمر الصحفي، ونستكمل مع حضراتكم هذه النشرة. قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اعتذاره للشعب الهولندي عن التخفيف المبكر للتدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء كورونا في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد عودة حالات الإصابة للزيادة مجددا. أقر روتي بخطأ حكومته في تقدير التوقيت المناسب لتخفيف قيود الإغلاق، كما أشار إلى أن القرار لم يكن مسؤولا بقدر كاف، وجاء بناء على المعلومات الواردة من السلطات الصحية المعنية بمراقبة الوضع الوبائي. قال وزير الصحة الفرنسي ألافيه فيران إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل 5 أيام في فرنسا. يأتي ذلك وسط تحذير الحكومة الفرنسية من أن السلالة المتحورة من نوع دلتا تمثل حوالي 40% من إجمالي الإصابات بوباء فيروس كورونا في فرنسا، وأن هناك مخاوف أن يؤثر متحور كورونا سلبا على موسم الصيف في حال ظهور موجة رابعة للوباء. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن وباء فيروس كورونا ينتشر بسرعة بسبب متحور دلتا، وخلال خطاب للشعب الفرنسي حول الوضع الصحي في بلاده حذر ماكرون من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزداد بسبب سلالة دلتا، ومعلنا العمل بالشهادة الصحية داخل جميع المنشآت الثقافية، كما أعلن عن تعزيز الرقابة على الحدود في إطار إجراءات مواجهة كورونا. كما شدد الرئيس الفرنسي على أن التلقيح ضد كورونا سيحمي من المتحورات الجديدة، معلنا إلزامية التطعيم للعاملين بالقطاع الطبي والعاملين بدور رعاية المسنين بحلول 15 سبتمبر. بين تشديد وتخفيف القيود تتأرجح دول القارة الأوروبية في التعامل مع فيروس كورونا، لا سيما وأن متحور دلتا أربك كثيرا من الحسابات. في إنجلترا تقرر رفع كل ما تبقى تقريبا من قيود كوفيد-19 الأسبوع المقبل، لتكون إنجلترا أول جزء من بريطانيا يرفع الإلزام القانوني باستخدام الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي. لكن ما كان يوصف بأنه يوم الحرية أصبح يتم التعامل معه الآن بقدر أكبر من الحذر من جانب الحكومة بعد زيادة الإصابات والمخاوف من احتمال ظهور ما يصل إلى 100,000 إصابة جديدة يوميا في الصيف. وطالب وزير الصحة البريطاني المواطنين بتوخي الحذر عندما يتم رفع القيود، وقال إن زيادة الإصابات تعطي إشارة تأكيد على عدم انتهاء الجائحة بأي حال من الأحوال. الحذر ما زال يهيمن على مواقف دول أوروبية أخرى، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو قواعد جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم، كما سيتعين على الراغبين في الذهاب إلى السينما أو ركوب القطار إظهار ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة فحص سلبية. وفي اليونان أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 في بلاده ستصبح إلزامية لطواقم الرعاية الصحية والعاملين في دور المسنين مع استمرار زيادة حالات الإصابة في البلاد.
وأعلن ميتسوتاكيس أيضا عن قيود جديدة لاحتواء انتشار الفيروس، مثل السماح فقط لمن تلقوا التطعيم بدخول دور السينما والمسارح وغيرها من الأماكن المغلقة. سجلت روسيا 780 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة. هذا وأعلنت روسيا أيضا تسجيل أكثر من 24,000 إصابة جديدة في سائر أنحاء البلاد. وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة بسبب سلالات دلتا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه النشرة، كونوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، والآن نتحول إلى الأخبار الاقتصادية. توقعت مجلة الإيكونومست أن يبلغ نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 نحو 4.4%. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن تقرير الإيكونومست حول مصر والصادر في يونيو الماضي رصد توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023-2024، وذلك بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية. تصحبها توقعات إيجابية أيضا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات. وللتعليق حول ما نشرته مجلة إيكونومست ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور أحمد، بعد التحية، كيف تقرأ هذه التوقعات، توقعات مجلة إيكونومست أن يبلغ نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 نحو 4.4%؟ بعد التحية لحضرتك أهلا بحضرتك. التوقعات هي استمرار للتوقعات الإيجابية للعديد من الجهات المختصة في الاقتصاد، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، التصنيف الائتماني. النهاردة التقرير بيخرج إلينا بتقرير على تخطيط مصر لمعدل نمو 4.4 كتوقعات في العام المالي 2021-2022، وهي توقعات خاصة بأن مصر النهاردة استمرت في تحقيق معدلات نمو رغم جائحة كورونا. مصر ما قبل جائحة كورونا كانت بتحقق معدل نمو 5.6، تأثرنا بجائحة كورونا ونزلنا ل 3.6 ثم 2.8 في العام المالي الحالي. التوقعات بتشير، توقعات الوزارة المالية والحكومة المصرية بتشير إلى تحقيق 5.4. النهاردة التوقعات الخاصة بالإيكونومست بتشير إلى 4.4، والاثنين في اتجاه أن مصر تستمر تحقيق معدل النمو، وأن ده بيساعد بشكل كبير جدا على رؤية في خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير جدا في المرحلة اللي فاتت. وهذا هو السؤال التالي بالفعل دكتور أحمد، يعني من المؤكد أن هذه التوقعات لم تحضر فقط نتيجة لأن مصر استطاعت أن تتخطى أزمة كورونا بشكل إيجابي، لكن بالتأكيد هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى مثل هذه التوقعات. بالضبط، النهاردة مصر استمرت في سياستها التوسعية على النطاق الاقتصادي. مصر استمرت النهاردة في تنوع مجالاتها على المستوى الاقتصادي في كل المجالات، الزراعي والصناعي والخدمي وكافة المجالات. مصر استمرت في دعم الفئات الأكثر احتياجا. النهاردة بتكلم على الصادرات المصرية اللي بتزيد بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي ودعم الصادرات المصرية وتقليل الواردات، انخفاض العجز في الميزان التجاري المصري. النهاردة بتكلم على آخر تقرير شهر يزيد انخفضنا بنسبة 13.13.
1.5%، وده كله استمرار لمؤشرات ايجابيه بتقول النهارده ان مصر وخطه الاصلاح الاقتصادي بتساعد على خفض معدل التضخم اللي انخفض بشكل كبير جدا، تقليل معدل البطاله ل 7.9، وده كل الارقام دي بتعود على الشعب المصري وبتعود على المواطن المصري بشكل كبير جدا في الموازنه العامه للدوله اللي النهارده فيها انعكاسات كبيره جدا على مستوى التعليم والصحه ومستوى الخدمات الحمايه الاجتماعيه المقدمه للمواطن. نعم دكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، جزيل الشكر لحضرتك. وقعت مصر وسنغافورة اتفاق تعاون لنقل المعرفة وإعداد المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي، وشهد وزيرا اتصالات البلدين عبر الفيديو كونفرنس شهدا مراسم توقيع الاتفاق، حيث أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت على أن مصر تحرص على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال العمل على بناء صناعة قوية ومستدامة للذكاء الاصطناعي في مصر. تقدمت مصر بمقترح فني حول آلية تخصيص العائدات لصالح صندوق التكيف، جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية والتي عقدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. شددت فؤاد على أهمية تخصيص عائدات لصالح صندوق التكيف من خلال كل من النهج التعاوني وآلية التنمية المستدامة في إطار المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي، وأن يتم التطبيق عليهما دون تمييز وبشكل إلزامي دون تفضيل آلية عن أخرى، بما يضمن تخصيص مصدر تمويل مستدام لصندوق التكيف. صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه استرليني من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن. تأتي المصادرة الكبيرة في أعقاب أخرى شملت ما قيمته 114 مليون استرليني من العملة المشفرة في 24 من يونيو الماضي. وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال. رفع بنك انجلترا المركزي قيودا فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح لعدد من البنوك الكبيرة. أوضح بنك انجلترا المركزي أن اختبار ضغط يجري يظهر أن القطاع يحظى برأس مال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كوفيد على الاقتصاد. ساهم تفشي متغير دلتا المتحور عن فيروس كورونا المستجد في زيادة التوتر بين المستثمرين والحكومات في العديد من الدول الأوروبية، وزيادة القلق حول ارتفاع الإصابات وإعادة فرض قيود على السفر والتجمعات لمكافحة الأزمة. المزيد في التقرير التالي. متغير دلتا المتحور عن فيروس كورونا المستجد قد ألقى بظلاله السلبية على الانتعاش الاقتصادي في العديد من الدول الأوروبية بعد تفشيه بالمنطقة، ما تسبب في زيادة القلق حول ارتفاع الإصابات وإعادة فرض قيود على السفر والتجمعات لمكافحة الأزمة. مؤسسة يونيكريدت قالت بعد أن رفعت توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام من 4% إلى 4.5%، إن التوتر زاد مع احتمال خروج دلتا عن مسارها، بما ينذر بإغلاق آخر، وذلك رغم أن بيانات التنقل من جوجل تظهر بأن التقييد الطوعي هو من يغير سلوك المستهلك لا عمليات الإغلاق. محافظ بنك إسبانيا المركزي من جانبه قال إن توقعاته لنمو القوى كانت تستند إلى افتراض أن الأزمة الصحية ستنتهي بحلول الصيف، وأن قطاع السياحة الإسباني سيحقق نصف دخله الذي كان يحققه قبل انتشار الوباء، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك عدم يقين يحيط بظهور متغيرات جديدة للفيروس وتدابير الاحتواء التي قد تتطلبها. وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الإصابة الأسبوعي بكوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ارتفع إلى نحو 52 لكل 100 ألف شخص،
مقارنة بمستوى 38، في حين أن معدلات دخول المستشفى والوفيات كانت مستقرة، متوقعا أن يتجاوز معدل الإصابة 90 لكل 100,000 شخص في 4 أسابيع. رئيسة البنك المركزي الأوروبي أكدت أنه قد يتم اتخاذ تدابير جديدة في العام المقبل لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد انتهاء برنامج السندات الطارئة الحالي، متوقعة استمرار خطة شراء السندات الحالية البالغة 1,200,000,000,000,000 دولار للبنك على الأقل حتى مارس المقبل. تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن البنوك البريطانية دعمت مؤشر فاينانشال تايمز 100 بعدما تحرك البنك المركزي لإلغاء القيود على التوزيعات. نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعدما سجل مستوى قياسي في التعاملات المبكرة، وصعد المؤشر البريطاني 0.2% في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية الأخرى بالمنطقة. ارتفعت الأسهم اليابانية واقترب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من أعلى مستوى في شهر تقريبا بعدما تعافت الأسواق من موجة بيع في الأسبوع الماضي، وألقى المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 52%، بينما ربح المؤشر توبكس 73%، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. هذا وتعافى المؤشران سريعا من خسائر الأسبوع الماضي والتي عزاها عدد كبير من المستثمرين لمخاوف حيال سلالة دلتا، فضلا عن مبيعات كبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة مرتبطة بسداد توزيعات. صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتعوض معظم الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق، إذا تلقت السوق الدعم نتيجة شح الإمدادات، بيد أن المخاوف من انتشار سلالات كوفيد-19 كبحت المكاسب. ارتفع خام برينت تسليم سبتمبر 36 سنت أو ما يعادل 75.52 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.45 دولار للبرميل بزيادة 35 سنت. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن المحادثات المتعثرة بين كبار منتج النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور لتتحول إلى حرب أسعار، في الوقت الذي تطلق فيه اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ارتفاعا على طلب الخام. هذا وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسعار النفط المرتفعة قد تغذي التضخم وتلحق ضررا بتعاف اقتصادي هش. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء. ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1,808.24 دولار للأوقية، بينما زاد في التعاملات الآجلة 0.2% إلى 1,809.10 دولارات. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. واصل المنتخب الأولمبي انتظامه في معسكره استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس. هذا وتلقى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب نتيجة المسحة الطبية الثانية التي أجراها اللاعبون وأفراد الجهاز الفني والتي جاءت سلبية للجميع. كما حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الأولمبية المصرية. قرر الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة باتسو موسيماني اصطحاب جميع لاعبي لرحلة المغرب استعدادا لمواجهة كازر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري الأبطال الإفريقي والمقرر لها السبت المقبل. أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي موافقته على سفر الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى طوكيو ضمن بعثة المنتخب الأولمبي، فيما ينضم الرباعي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق عقب المباراة النهائية. حصل فريق الأهلي على راحة سلبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على ملعب مختار التتش، وذلك قبل التوجه إلى المغرب.
تستكمل اليوم منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية حتى 18 من يوليو الجاري. يشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة. تصدر منتخب المكسيك منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية بونس راوند، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. احتل ثنائي مصر المكون من أميرة قنديل وسلمى أيمن في المركز الثاني برصيد 537 نقطة. نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات في الفوز بأولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة لافو باسكت 2021 على حساب منتخب جنوب السودان. تمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفي من الفوز بنتيجة 95-65 على فريق جنوب السودان في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيغالي رواندا. هذا ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية مساء الثلاثاء أمام رواندا. استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لاعبي المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مونشيني بعد تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا بالفوز على إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية. حث الرئيس الإيطالي لاعبي منتخب الأزوري على مواصلة الأداء المتميز الذي قدموه في يورو 2020، ولا سيما مع اقتراب بطولة كأس العالم 2022. ربحت إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا 10 ملايين يورو بعد تحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية، بينما كانت مكافأة منتخب إنجلترا على حصوله على الوصافة بمبلغ 7 ملايين يورو. ووزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 331 مليون يورو على 24 دولة المشاركة في يورو 2020، علما بأن أموال الجائزة الأولية انخفضت بنحو 40 مليون يورو بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. وحصد كل منتخب عن كل انتصار مليون يورو وعن كل تعادل 500 ألف يورو. أبدت إدارة نادي تشيلسي استعدادها لدفع مبلغ 175 مليون يورو للحصول على خدمات إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي أنه في حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ فإنها ستكون ثالث أغلى صفقة انتقال لاعب بعد صفقتي انتقال اللاعبين نيمار ومبابي إلى باريس سان جيرمان.
توصلت إدارة نادي ريال مدريد إلى اتفاق بشأن تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، وتم الاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على تمديد عقده حتى صيف 2023 على أن ينهي مسيرته مع الملكي في عمر 35 عام. خاض النجم الإسباني سيرجيو راموس التدريب الأول له بقميص فريق الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتقل إليه مؤخرا بشكل رسمي في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع النادي الملكي في الصيف الحالي. وافق راموس على عرض النادي الباريسي بعد رفضه لعرضين من ناديين إنجليزيين، حيث كان أحدهما أعلى في المقابل المادي من عرض باريس سان جيرمان. أعلن نادي أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودريجو دي باول قادما من صفوف أودينيز الإيطالية، وذلك لمدة 5 مواسم. ولعب دي باول بقميص أودينيزي 184 مباراة وسجل 34 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة، ويعتبر الموسم الماضي هو الأفضل للاعب خط الوسط في الدوري الإيطالي. تحل اليوم 13 من يوليو تحل ذكرى أول كأس عالم نظمته أوروغواي عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً، منها 4 منتخبات أوروبية و7 من أمريكا الجنوبية ومنتخبان من أمريكا الشمالية، والمزيد في هذا التقرير. أول بطولة عالمية لكرة القدم تحت مسمى كأس العالم أقيمت عام 1930، وحظيت الأوروغواي بتنظيمها في الفترة من 13 إلى 30 من يوليو. تنظيم الأوروغواي للبطولة جاء تقديراً لتتويجها بذهبية أولمبيتين متتاليتين عامي 1924 و1928، إضافة إلى احتفالها باستقلالها السياسي. ولم تشهد كأس العالم الأولى إقامة تصفيات للمنتخبات المشاركة، بل وجهت دعوات إلى دول معينة عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبسبب مقاطعة بعض الدول للبطولة بسبب طول الرحلة وتكاليف السفر، اقتصر عدد المنتخبات المشاركة فيها على 13 منتخبا فقط، منها 4 منتخبات أوروبية و7 من أمريكا الجنوبية ومنتخبان من أمريكا الشمالية، وهم الأوروغواي، الأرجنتين، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، بيرو، الباراغواي، أمريكا، المكسيك، فرنسا، يوغوسلافيا، رومانيا وبلجيكا. وتوجت الأوروغواي بلقب بطل أول كأس للعالم على حساب الأرجنتين إثر فوزها عليها 4 أهداف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة أمام حشد كبير بلغ 93,000 مشجع في مونتيفيديو، وأصبحت أوروغواي أول دولة تفوز بالكأس. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. السيسي يوجه بمواصلة تطوير أصول قطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة. شكري وجوزيف بوريل يؤكدان على الطابع الاستراتيجي لعلاقات مصر والاتحاد الأوروبي. العراق يعلن الحداد العام بعد مصرع العشرات في حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا. نتنشر مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.